إذا نظر الناس إلى مدح المداحين وثناء المثنين تذكر مدح الله له يوم الدين. يقام العبد يوم القيامة بين يدي الله على رؤوس الأشهاد، فيقول الله له: ألم تكن جاهلا فعلمتك؟ فيقول: بلى يا رب. ألم تكن ضالا فهديتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: ماذا عملت لي؟ فيقول: يا رب، تعلمت لوجهك وعملت لوجهك وابتغيت ما عندك وفعلت وفعلت وأنا أريد ما عندك. فيقول الله له: صدقت. وتقول الملائكة: صدقت، اذهبوا بعبدي إلى الجنة. اللهم اجعلنا ذلك الرجل، اللهم اجعلنا ذلك الرجل. أما من عظم الدنيا وعظم حظوظها وشهواتها يقيمه الله بين يديه فيقول نفس المقالة: تعلمت لوجهك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. على رؤوس الأشهاد أمام الأولين والآخرين يقول ديان يوم الدين: كذبت. فتقول الملائكة بعده: كذبت. في ذلك الموقف المهيب الرهيب، كل ما تعمل من العبادات إما أن تريد به وجه الله أو تريد به غير الله، فيقيمك الله على رؤوس الأشهاد ليسألك عن هذا الذي عملته وعن هذا الذي قلته: هل أردت وجهه وابتغيت غير ذلك؟ فيقول: عملت ذلك. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم. وقد قيل، قد قيل ذهب ما كنت تطلبه وترجوه وحصلت عليه في الدنيا. من كان يريد حطام الدنيا وزينتها فإن الله يوفي له ما يريد. ولذلك الحذر، كل الحذر، إذا كنت في أي طاعة وفي أي عبادة لا تبتغي إلا وجه الله. فمن تذكر مثل هذا الموقف بحسن العاقبة والثناء من الله على رؤوس الأشهاد لم ينتظر من مخلوق أن يمدحه، ولم ينتظر من العباد أن يمدحوه أو يمجدوه أو يثنوا عليه، لأنه ينتظر ثناء هو الثناء، مع أن الله جل جلاله من كرمه وفضله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن أراد الآخرة وأراد مدحة الآخرة قد يعجل الله له في الدنيا ويجعل له من عاجل البشرى فضلا منه سبحانه وتعالى وكرمه. فهذا مما يعين على الإخلاص، أن الإنسان يتذكر الموقف بين يدي الله وحسن الجزاء من الله وحسن الثواب لمن أخلص، فإن هذا يصرفه قلبا وقالبا إلى ربه. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل.